مساء الخير واهلا بحضراتكم. ننضم معكم في هنا مسبيرو. طبعا يعني ما زلنا بنقدم خالص العزاء لكل الضحايا الاشقاء، سواء في ليبيا الشقيقه او المغرب الشقيقه او حتى المصريين اللي كانوا بيعيشوا في ليبيا، كل التعازي لهم جميعا يعني في هذه الفواجع الحقيقه المدمره، واللي هي الحقيقه وجعت قلوبنا جميعا وفاجاتنا جميعا. تغيرات كبيرة جدا ما بين زلزال المغرب وإعصار ليبيا، ويعني التوقيت لم يكن بعيدا، يعني الحقيقة كانوا فاجعتين من حيث عدد الضحايا، من حيث المفاجأة، من حيث حاجات كثير جدا. طبعا بقالنا فترة بنتكلم عن التغيرات المناخية، وبعد ما كانت التغيرات المناخية بنتكلم عنها على اعتبار انها حاجة بعيدة جدا، حاجة بنسمع عنها ولا يمكن نشوفها في افلام السينما الامريكية او هوليوود او نشوفها في اماكن بعيدة عنا جدا، لقيناها موجودة وموجودة في دول شقيقة وموجودة أيضا على الحدود. يعني في ليبيا احنا عارفين طبعا العاصفة أو الإعصار بدأ في ليبيا، ولكن بفضل الله لما وصل لمصر كان فقد قوته. هنتكلم أكثر وبالتفصيل ماذا يحدث ما بين إعصار ليبيا وما بين زلزال المغرب والتغيرات المناخية الحادة التي أصبحنا نشهدها واللي بقى فيها ضحايا، يعني ضحايا بالآلاف للأسف. يمكن احنا عارفين أن نص مدينة دارنا تقريبا اختفت تحت البحر بمن فيها، حاجة فاجعة إنسانية يعني واحد جسمه بيقشعر مجرد أنه يحكي عنها، ما بالك الناس اللي عاشوا هذا الواقع الأليم. نتمنى على الله ألا يتكرر، ولكن يجب أن نفهم ويجب أن نعرف ويجب أن نحلل لماذا وكيف حدث هذه الظاهرة المناخية العنيفة. وطبعا خير من يجيبنا على هذه الأسئلة هو الأستاذ الدكتور علي قطب، طبعا غني عن التعريف، أستاذ المناخ بجامعة أساسي. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذ شيرين، ويعني مقدمة شاملة لمجموعة من القضايا مهمة جدا جدا، والحمد لله على السلامة. أشكرك يا فندم، الله يسلم حضرتك. يمكن قبل ما نبدأ الحلقة حضرتك قلت، لما سألت حضرتك عن بعض التفاصيل وكنا بنحضر، حضرتك قلت لي أنه ما حدث في ليبيا لم يكن إعصار وإنما كان عاصفة، وأنا حتى قلت حضرتك كل ده وعاصفة يا فندم، إيه اللي حصل؟ الحقيقة لازم نفرق ما بين الإعصار والعاصفة. الإعصار له خصائص وعناصر بتساهم في تكونه، والنتائج المترتبة عليه تختلف عن النتائج المترتبة عن العاصفة. الإعصار يتكون في المحيطات، في المناطق المدارية والاستوائية، يعني تحت. من أسباب تكونه ارتفاع درجة حرارة سطح المحيط أو المياه بتاعت المحيط لأكثر من 27 درجة مئوية. ده عامل. العامل التالي انخفاض قيم الضغط الجوي، يعني موجود منخفض جوي موجود بقيم أقل من 1000 ملي بار، وبيزداد تعمق كل ما يقل عن 1000 بقى 980-950 وهكذا. نسب التبخر العالية جدا في في المحيطات دي، لأن المناطق المدارية أشد حرارة، فبيحصل نسب تبخر عالية جدا جدا جدا، وبترتفع معاه إلى طبقات الجو العليا، فبتكون السحب الركامية الرعدية. هنا بيكون سحب ركامية رعدية، وفي العاصفة بيكون سحب ركامية رعدية. ولكن الإعصار كميات السحب الرعدية والأمطار اللي موجودة داخلها قوية جدا جدا. دي نقطة. النقطة الثانية، الرياح المصاحبة للإعصار، أقل إعصار اللي بنسميه في الفئة الأولى بيبدأ عند 130 كيلومتر في الساعة. لكن ليبيا كان 80 كيلو 70 كيلو او 70 كيلو متر في الساعة. بالضبط كده. فهذا مكان تكونه. اما العاصفه وما حدث في ليبيا كان منخفض جوي قوي، وبالفعل ارتفاع درجة حرارة سطح المياه في البحر المتوسط ارتفعت في الفترة دي الخميس والجمعة، وكان ارتفاع ملحوظ ادى الى سقوط امطار غزيرة جدا على اليونان وتركيا. ولكن الوضع اختلف لما اتجه ناحيه ليبيا. طبيعه حركه المنخفضات دي بتبقى عامله ازاي يا استاذه شيرين؟ منخفض سطحي هنا ومنخفض في عمود الهواء فوق في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 6 ل 10 كيلو. اللي بيحصل ايه؟ عمود هواء واحد، تيارات هوائيه صاعده ساخنه سخنه، وتيارات هوائيه كتله هوائيه شديده البروده نازله. لما بنيجي نسخن ميه ايه اللي بيحصل؟ بخار الماء بيطلع لفوق، بيطلع لفوق خفيف الوزن. الهواء السخن طالع لفوق والهواء البارد تقيل، بيسم بيعمل حركه دورانيه، فبتكون السحب الركاميه الرعديه دي.
سقطت كمية من الأمطار المصاحبة للسحب الرقمية الرعدية على مدينة ديرنا وليبيا 400 ملي متر مكعب مية. كمية رهيبة، كمية مهولة طبعا، مهولة طبعا. طب هل دي كانت تكفي لما حدث في ليبيا؟ لا، في عوامل تانية. ايه بقى العوامل التانية؟ زي ايه مثلا؟ عندنا بنسمي يعني ايه تعريف السيل بنقوله في الجامعة للطلبة وفي معروف في الأرصاد الجوية والهيئة العامة للأرصاد الجوية في جميع مرافق العالم. السيل هو تجمع من كميات المياه الأمطار الساقطة فوق الجبال أو الهضاب وتندفع بقوة الدفع الذاتي باتجاه الوادي. مدينة ديرنا مدينة منخفضة عن مستوى يعني انحدار. وكل وبالتالي كل ما كانت الماء قوية كل ما كان الدفع المية سيل قوي جدا. ده يجرف عمارات مش مباني سكنية دور واتنين. طب احنا عايزين نقول طبعا وهي فاجعة فعلا انسانية انه للأسف ما حدث كان حوالي قرب حوالي الساعة 3 فجرا في الناس كانت نايمة للأسف فما لحقوش يعني ان هم مثلا يتحركوا او ينزلوا او غيره ودخل العاصفة زي ما حضرتك شرحت انه مش اثار عاصفة وجرف المباني بالناس والمياه غمرتهم وزي ما شفنا للأسف الشديد الاف الجثث طافية على المياه يعني الناس حتى ما لحقتش تلحق نفسها. ايه يعني اولا هل كان هناك توقع او لا او هل كان هذا مفاجئ وايه اللي كان ممكن يحصل عشان يقلل حجم هذه الكارثه الانسانيه؟ طبعا سؤال حضرتك برضو مهم جدا. هل العاصفه دي لو حصلت في ليبيا في 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 امريكا او في الصين كان الضحايا بقى كده؟ لا. ليه؟ التكنولوجيا الحديثه لدى هذه الدول المتقدمه مع الناحية الاقتصادية الكبيرة ليهم يقدر ينقل مواطنين درنة في خلال 10 ساعات من درنة إلى مدن أخرى آمنة. أي حضرتك عايز تقولي إنه ممكن يكون هناك تنبؤ بالعاصفة لسه الزلزال ما كلمناش عنه زلزال موضوع لا ده التنبؤ بالعاصفة ده موجود يعني يمكن التنبؤ بفترة تسمح إن إحنا نحرك الناس قبل. أنا كنت متابع من خلال صور الأقمار الصناعية التي ترصد الظواهر الجوية ودي أقمار خاصة بالأرصاد الجوية الأقمار الجيوستيشنري اللي هي على ارتفاع بيصل ل 36 ألف كيلومتر عن سطح الأرض والأقمار البولر ساتلايت القطبية على ارتفاع 850 كيلومتر عن سطح الأرض. أنا ليه قلت النوعين دول؟ لأن واحد بيرصد العالم كله اللي هو على ارتفاع 36 ألف كيلومتر ويرصد كل الظواهر والبولر ده قريب من سطح الأرض بيرصد الحركة وكميات بالإضافة لحاجة اسمها ويزر رادار وده موجود في مرافق الأرصاد في العالم ومرصود ونتابع حركة هذه الظواهر مش يوميه ده كل ربع ساعه بتصدر يعني اذا كان في تنبؤ أيوة قبل وقوع هذه العاصفه الشديده جدا. طب لماذا لم يتم التصرف وايه اللي خلى انه مدينه درنا نصها يغرق تحت البحر بالناس؟ الحركه الطبيعيه للمخافضات الجويه بتتحرك في طبقات الجو العليا من الغرب الى الشرق يعني جايه من اليونان تمشي باتجاه الشرق الشرق المتوسط واثناء وجود حركتها في تيارات في اسمها الجيت ستريم او التيارات الهوائيه النفاس. حضرتك بتركبي الطياره وانت مسافره يقول لك ايه اربط الاحزمه نحن في منطقه مطبات هوائيه صحيح. اللي هي الجيت ستريم بتعمل ايه المطبات الهوائيه سرعات عاليه جدا في طبقات الجو العليا ممكن تحرك الطياره يمين او شمال وبالتالي خطوره جامده جدا عندما تكون هناك تيارات هوائيه نفاسه. هذه الفتره اللي كان فيها المنخفض الجو بيسقط من اليونان باتجاه السواحل الليبيه كان في تيار من هواء نفاس اسمه بولر جيت ستريم تيار هواء نفاس قطبي بيدفعها للجنوب مع وجود تيار هواء نفاس افقي فسقطت في المنطقه دي. المنخفضات الجويه يا استاذه شيرين كل ما بتمشي فوق ميه الماء مخزون الطاقه الشمس بتطلع الميه بتكتسب الطاقه بتاعتها وبتحتفظ بيها عشان كده تلاقي في اي بلاج تلاقي الميه ابرد من اليابس الشاطئ. ليه؟ طب ما الشمس هنا هي الشمس هنا بتخزنها تنزل تحت وبالتالي المنخفض خد قوه كبيره وطاقه كبيره جدا وادى الى ما حدث. طب الكارثه كانت قويه ليه والضحايا بالعشرات؟
لان بالعشرات الالاف يعني. ايوه. ليه؟ لان المنطقه بتاعه الدلنا منطقه منخفضه عن مستوى سطح البحر، والناحيه الخلفيه ليها جبل، فالامطار التي سقطت من الجبل كانت بقوه الدفع الذاتي ادت لسيل. في نفس التوقيت المنخفض بيتحرك على سطح الميه، عمل تيارات بحريه قويه جدا ادت لارتفاع الامواج لاكثر من 5 امتار. تيارات بحريه جايه كده والسيل نازل كده، جرف كل ده ونزل على البحر. والسدود يا فندم، ما هي دي سبب السدود. ما هي السدود انهارت يعني مع قوة الدفع. يعني اذا اللي تسبب في ازدياد هذه الكارثه سوءا هو انهيار السدود. طبعا. طيب ده هيرجعنا للاسئله المهمه اللي الناس بتطرحها، يعني ده كان متوقع. اولا، هل يمكن تفادي هذه الاثار؟ ماذا يمكن ان يحدث في مصر؟ هل ممكن مصر تتعرض لمثل هذه العواصف القويه جدا؟ وماذا عن السد العالي؟ ده كذا سؤال مع بعض. ما هو ما يا فندم، خلاص الناس دلوقتي بتسال انه لازم امر واقع. ها هنا يعني الحقيقه وارد ان مصر تتعرض ليه، بس المنطقه التي تعرضت لها ديرنا هي منخفضه عن سطح البحر بانخفاض ملحوظ. طيب، ما الجبل موجود وعندنا جبال على سلاسل جبال البحر الاحمر، وارد ان يحدث في سيناء. لكن سانت كاترين بيحصل فيها وفي البحر الاحمر ولذلك طبعًا. احنا بنقول ايه لما تيجي تحصل عواصف زي كده؟ بنقول نحذر قبليها ب 48 ساعه ممنوع الحركه في هذه المنطقه. صحيح. ليه؟ علشان المشكله مش في المطر. اسكندريه بيسكت على امطار غزيره جدا. صحيح، بس ما بتعملش سيل. ليه يا فندم؟ انها مسطحه مستويه. ارض مستويه. ما فيش اي مشاكل فيها. ثانيا، في بلوعات. في بلوعات تصريف. طيب، لكن وحتى لو البلوعات دي ما استحملتش فبتقلل من قوه ضغط الميه. بيبقى في ميه راكده بس. ايوه صحيح. تعوق الحركه المروريه. صحيح. لكن السيل هو المشكله. وبالتالي هل مصر ممكن تعرض؟ وارد انها تعرض. طيب، العلاج ايه؟ طالما في تنبؤ نقول يا جماعه ابعدوا عن المنطقه دي. ما انا بقول لحضرتك الولايات المتحده الامريكيه بتعمل ايه؟ لما يكون عندها اعصار قبل كان في اعصار من قيمه 3 اسابيع في فلوريدا، وعمل ايه؟ عملوا ايه؟ نقلوا المواطنين اللي كانوا في فلوريدا، الاعصار كان قوي جدا، سرعات الرياح وصلت للمستوى الرابع، سرعات الرياح المصاحبه دي وصلت ل 350 كيلومتر في الساعه. تخيل ده ولا عربيه طائره نفسها. طياره يعني. نفسها. عملوا ايه؟ بينقل المواطنين بالطيران اللي عامل زي النمله عنده، وبالتالي بينقلوا من مناطق الكوارث الى مناطق امنه. ولذلك الدول الصناعيه الكبرى هي عندها ما من التكنولوجيا وما من النواحي الماديه والامكانيات وبرضه الوعي بالمواطنين. يلا عشان ننقل ينقل. وعلى فكره بس حضرتك، برغم كل ده برضو بيحدث عندهم كوارث انسانيه، وشفنا اعاصير كتير، وبيحصل عندهم ان في بيوت بتتدمر وناس تمام. ممكن تفقد، لكن مش بهذا الكم. اللي بيحصل تدمير للبنيه التحتيه. تدمير. مش يقدر يمنع الرياح دي والتيارات البحريه اللي بتوصل، لكن يقدر ينقذ البشر. لكن بنقذ البشر. الضحايا بدل ما 10,000 هيبقوا 50-60 واحد. طيب، احنا اذا عايزين نقول برضو ان احنا الحقيقه وبنحييهم، ودي مش مجامله، الهيئه العامه للارصاد الجويه في مصر بقى لها فتره بتقول التحذيرات، وهي بنسبه كبيره بتكون دقيقه جدا، ولو في يمكن احنا شفنا حتى في الصيف، عفوا في الشتاء الماضي والخريف الماضي وما قبله، كان يمكن في عاصفه التنين وكان في اكثر من عاصفه، والتحذيرات الحقيقه كانت مظبوطه في ميعادها. ماذا عن حمايه السدود؟ احنا بنتكلم بقى عن السدود والسد العالي. السد العالي سد امن النهارده، بس لازم يحصل ليه يعني ايه، عاوز اقول تجديد مستمر. لان اي بنيه تحتيه مع العمر الافتراضي ليها بيحصل تهالك. حتى المباني السكنيه زيها زي اي كائن في الدنيا. ليه هرم بتوصل لمرحله لازم يبقى فيها يعني تجديد مستمر. وبالتالي هو محمي. ليه المحمي؟ لان قوه المياه المندفعه والقادمه عبر نهر النيل من اثيوبيا او من السودان الشقيقه بيكون كمياتها قليله، فما بيحصلش السيل اللي انت اللي بنقصده. ولو زاد الفيضان، ما احنا عندنا مفيض توشكا. بالظبط كده، بنفتح المفيض. وده طبيعي. في فرق بين طبيعي وسد انت حاجزه ميه، يعني مثلا السد اللي بتبنيه اثيوبيا خطر جدا 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 فعلا. على اثيوبيا وعلى السودان واحنا في الاخر. ليه؟ احنا مسافات
بعيدة، قرابة الأعلى تتجاوز 1000 كيلومتر. يعني إحنا بينا وجه الخطورة إيه في السد؟ كل ما يكون المنطقة القريبة والمحيطة ليها، أصل قوة الدفع دي قوة الدفع بيكون قوي جدا في المدى بتاعها، بيبدأ يقل تدريجي 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 ليه؟ وهو ماشي بيفقد طاقة بيفقد طاقة بيفقد طاقة. وبالتالي الخطورة في السدود دي لما يكون الخزانات كبيرة جدا ومليارات المليمترات المكعبة بتخزن فيها، وارد وارد يحصل مع مرور الفترة الزمنية سنين سنة اثنين ثلاثة عشرة قد يكون انه يحصل انهيار لهذا السد. ماذا بعد الانهيار؟ اكتر ما حدث، وهذا محاولة الحقيقة يعني القيادة المصرية على مدار سنوات ان احنا نتفاوض عليها، ولكن ده مش موضوع حلقتنا النهاردة. اسمح لي نطلع لفاصل ونرجع بعده نتكلم عن زلزال المغرب والزلازل لا يمكن التنبؤ بها. ماذا عن زلزال المغرب بعد الفاصل مباشرة؟ مع حضراتكم مرة أخرى، وما زلنا نتحدث عن يعني هذه الكوارث الطبيعية اللي حدثت مؤخرا سواء في ليبيا الشقيقة أو المغرب الشقيقة. قبل الفاصل اتكلمنا عن إعصار، أو زي ما دكتور علي شرح ووضح لنا إن هو عاصفة قوية جدا وليست إعصار، ولكن نعود بقى نتحدث عن زلزال المغرب والزلازل. وحضرتك طبعا صلح لي، عكس الأعاصير لا يمكن التنبؤ بها على الإطلاق حتى الآن يعني علميا. بالتأكيد طبعا موضوعين مختلفين عن بعض، ربما يكون الحدثين كانوا قريبين في التوقيت لكن مختلفين عن بعض تماما. يعني المرافق الأرصاد في جميع دول العالم بترصد ما فوق سطح الأرض إلى عمود الهواء في الغلاف الجوي حتى 30 كيلومتر في الغلاف الجوي. يعني وبالتالي اي حركه طيران، اي ظواهر جويه علويه سطحيه، بنقسم ظواهر جويه سطحيه وعلويه وهكذا. بينما داخل باطن الارض فدي زلازل وبراكين. الزلازل والبراكين لا يمكن للانسان بالنشاط بتاعه ان يتدخل فيها، لكن هناك الصفائح الموجودة داخل باطن الأرض في حركة دؤوبة، حركة دوران الأرض حول نفسها بتنشئ عنها قوة اسمها قوة كوريوليس فورس. هذه القوة اكتشفها العالم كوريوليس الإنجليزي، وبالتالي لها تأثير في حركة دوران الأرض وحركة تجميع التيارات اللي هي بنقول عليها الرياح المتجمعة عند المنطقة الاستوائية. طب اسمح لي حضرتك بس عشان عايزة قبل ما الوقت ينتهي عندي الحقيقة أسئلة كتير جدا أحاول أن أنا أختصرها يا فندم. فضل. أولا زلزال المغرب، هل يعني إحنا عارفين أن الزلازل لا يمكن التوقع بها أو التنبؤ بها، ولكن هذه المنطقة يعني لم نسمع عن وجود زلازل؟ احنا عارفين طبعا في اماكن احزمه الزلازل، ولكن المغرب لم تكن من هذه الدول على الاقل في فتره طويله من الزمن، فهل حدث هناك تغيرات ايضا او التغيرات المناخيه اثرت على وجود زلازل في اماكن لم يكن يعني لم تكن موجوده من قبل؟ انا لست متخصص في مجال الزلازل، ولكن علميا الزلازل لها موجة. وأي شيء في الدنيا ويف، حتى الإنسان يتولد صغير شاب يكبر يرجع تاني. أي كائن بالضبط موجات. البحر موجات، موجة ويعلى وينزل وهكذا. الزلازل موجة تبدأ، يعني كل يوم في زلازل بالريختر، ممكن تبقى واحد اتنين اتنين ونص تلاتة في أماكن الزلازل. زلزال ما حدث في المغرب كان قوي جدا، 7 ريختر دي يعني طبعا دي درجة عالية جدا طبعاً. وبعدين هنا الزلزال بيعتمد على حاجتين، قوة الزلزال والمدة الزمنية للزلزال. يعني النهاردة لما اجي اقول زلزال قوته 7 ريختر، لو كان 20 ثانية زي 30 ثانية زي 40 ثانية لا طبعا، كل ما تزيد الفترة الزمنية الموجة بتبقى قوية جدا. ثالثا المباني السكنية في المغرب مختلفة عن المباني السكنية في اليابان. طبعاً. وبالتالي اليابان عندما يحدث لديها زلزال تستطيع أن تتفادى بمواطنيها بإيه؟ أول ما يبدأ الزلزال على طول عندهم استعدادات وعندهم تدريبات مستمرة للمواطنين، وعندهم المباني السكنية بتبنى على سست. بعكس المغرب المباني تروح وتميل وتيجي مع الزلزال. بعكس المغرب المباني بتلعب دور كبير جدا، والمباني الضيقة بتلعب دور أكبر.
يعني حتى انا ممكن يكون عندي غير الضحايا مصابين طبعاً. المصاب ده لو قعد يوم اتنين تلاتة تحت الانقاض بيموت ده اكيد او غالبا يعني 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 نادرا ودي بتاعت قدره الله سبحانه وتعالى ان واحد ممكن يقعد 5 ايام ويقول ده طلع عايش لكن الانقاض هنا والمباني ليها دور كبير جدا. طيب انا عايزه بما ان احنا عارفين ومتاكدين انه علميا لا يمكن على عكس الاعاصير وعلى عكس العواصف الزلازل لا يمكن التنبؤ بها علميا. احنا شفنا ظواهر كثير ما بين يمكن العالم الهولندي الشهير اللي قال ان هو بناء على قراءات في ارتباط حركه الكواكب وغيره ان هو تنبأ بزلزال تركيا وسوريا ثم زلزال المغرب. يمكن بعض المتنبئين او يعني مشتغلين بالفلك وغيره تنبأوا. يعني هذه التنبؤات هل هي محض صدفة ولا ما يقال وما يشاع؟ ايضا احنا بنشوف فيديوهات كتير على مواقع التواصل الاجتماعي انه لا انه قد يكون هناك يعني ما يشبه فعل فاعل انه مقصود انه يحصل في المناطق دي زلازل. يعني هل هذا وارد؟ هل هذا صحيح؟ ايه الصح وايه الغلط؟ ما ذكره ما يسمون نفسهم بعلماء فلك هم ليسوا بعلماء فلك. لان عالم عالم فلك عنده داتا يبني التنبؤ او حاجته على الداتا اللي موجوده. لكن عشان اطلع واقول ان في زلزال هيضرب المغرب او زلزال هيضرب تركيا او زلزال هيضرب يعني لما يطلع حد يقول في زلزال هيضرب مثلا تركيا ويضرب تركيا ثم زلزال هيضرب المغرب ويضرب المغرب ده عباره عن ايه؟ ما هذا يعني ممكن تبقى صدفه وممكن تبقى فعل فاعل. السياسات لها أدوار أخرى لا دخل لنا في هذه الحلقة. السياسات هناك من لكن علميا لا علميا لا يمكن التنبؤ أبداً بها أبداً. إحنا إحنا بتنبأ إزاي؟ ما هو كان زمان يقولك منجمون غير متنبئون. متنبئ بناء على داتا بقول أنا معايا سيارة إمكانياتها كويسة 1 2 3 المسافة بين القاهرة والأسكندرية 300 كيلو. السيارة لو اتحركت من الأسكندرية مثلا الساعة 7 لو السرعة هتمشي ب 100 كيلو يبقى هتوصل بعد 3 ساعات. طب لو السيارة مشيت حاجات مدروسة حركة الهواء في الغلاف الجوي مدروسة. الهواء بيدور حوالين الكرة الأرضية 14,000 كيلومتر بيلف في أسبوع وبالتالي الويف بتتكرر ممكن كل أسبوع ممكن كل 10 أيام على حسب سرعة الويف على حسب سرعة الموجة. فما ينفعش إن احنا نقول ده هو قال في زلزال وضرب الزلزال. لا ده علميا لا ولا ده علميا لا لا خالص. ولو جبنا جميع زملائنا في مرصد حلوان فعل فعل وارد فعل فعل وارد وارد فعل فعل وارد. اصل النهارده هو النهارده لما بيطلع قمر صناعي وفي الفضاء ويتوه او يضيع هو ضاع ما فيش روم كنترول حجر تحكم مركزي للاقمار الصناعيه موجوده في المانيا وموجوده في كل دول العالم بيقدر بالريموت كنترول يحرك القمر الصناعي ويقدر يفجره ويقدر يبعده. كل شيء التكنولوجيا النهارده التكنولوجيا والاي اي بقى كمان هنتكلم في الفضاء. هل ده ينفع ممكن في بطن الارض في المياه؟ وارد 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 وبنتكلم عن الذكاء الاصطناعي طبعا وبعد بقى يعني في حاجات كتير قوي كل شيء وارد فعلا. طيب انا قدامي دقيقتين واخيرا برضو لازم نتحدث هنا. يعني احنا يمكن كنا اطفالا وحضرنا زلزال 92 في مصر عافانا الله وكان منه عافانا الله منه كان زلزال قوي ربنا ما يعيده ابدا محمد. لكن احنا عارفين ان مصر مش في حزام الزلازل لكن لا قدر الله هل من الوارد ان يحدث في مصر زلازل وهل لو حدث ايه هي الاجراءات اللي احنا كمواطنين نتخذها لتقليل الخسائر او الاصابات او الوفيات لا قدر الله؟ بعد اذن زملائنا في مراصد حلوان الفلك والزلازل هو بالفعل وارد يبقى في زلزال في البحر الاحمر مثلا بس يكون ضعيف يعني على حسب مكانه وعلى حسب قوته وعلى حسب المدة الزمنية. المفروض ان المدن الجديدة دي اللي انشأها السيد رئيس الجمهورية دي خفضت الكثافة السكانية في القاهرة الكبرى. فدي اكبر ميزة كبيرة اتعملت. دي نقطة مهمة. طبعا طبعا يعني لما يكون زلزال حدث مثلا في حلوان او في منطقة من او في العشوائيات او في العشوائيات تخيلي عدد الضحايا قد ايه؟ كتير جدا. طب لما نفرغ الصخرة من الدويقة لما وقعت مثلا الصخرة اللي وقعت في لما النهارده نودي القاهرة الجديدة والتجمع والعبور و6 اكتوبر والمدن الجديدة دي كلها
يبقى المساحة بتاعت المتر المربع من السكان أقل بكثير، يبقى لقدر لما يحصل أي زلزال عدد الضحايا يكون أقل. دي حاجة. الحاجة التانية الثقافة بتاعتنا النهاردة، احنا في الإعلام بنتكلم سريعا لأن احنا وقتنا فاضل لنا أقل من دقيقة. الثقافة، احنا كمواطنين لقدر الله لو إن شاء الله ما يحصلش، بس لقدر الله لو حصل زلزال أهم ثلاث حاجات ننزل نخرج بره ولا نطلع لفوق؟ لا نطلع لفوق، ما هو اللي فوق هيقع مرتفع عالي. اخرج بره وخليك في منطقه سطحيه، منطقه سطحيه، ما تركبش اسانسير. لا اسانسير لا، ما هو الاسانسير مع الحركه الكهرباء ممكن يطلعها دروب. احتمي بالترابيزه بترابيزه ويبقى في دور ارضي بره بره، لان اعلى حاجه بتقع يعني العماره بتعمل ازاي. اول حاجه بتقع الارتفاعات العاليه، ولذلك حتى حديث الرسول عليه الصلاه والسلام لا تتعالوا في البنيان. فعلا فعلا سبحان الله. طيب هي كلمة أخيرة لأن وقتنا انتهى. هل الفترة القادمة أو الشتاء القادم هنشهد تغيرات مناخية حادة؟ هل سيكون شتاء صعبا أم لا؟ التغيرات المناخية تقول إن وارد يبقى فيه تطرف في الظواهر الجوية، لكن هل هيكون حادا؟ لا توجد علاقة حتى الآن، هي سيناريوهات موجودة إن ارتفاع درجة الحرارة هتؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة سطح المسطحات المائية، فيحدث تبخر عالي، لو في منخفض جوي هتحدث أمطار غزيرة تأثيرها بيكون على المناطق الجبلية أشد. لكن الشتاء مطر وانخفاض حرارة وبرودة أمر طبيعي. إحنا هنتأثر بإيه بقى؟ بهوا سيبيريا ولا هواء العروض الوسطى اللي جاي من المنطقة من أوروبا غرب أوروبا؟ هواء سيبيريا جاف وتلاجة يبقى برد بس. طب لو جاي من غرب أوروبا هيبقى في مطر وفي حاجات تانية ظاهر جوية. لا نقدر أو مرافق الأرصاد أو مرفق الأرصاد المصري اللي بكني لكل الاحترام ورئاسه اللي هو هشام طاحون، لا يعني الأجهزة العلمية اللي موجودة ما تقدرش تحدد أكتر من 10 أيام قادمة. قبل 10 ايام نقدر نحدد نقول ده احنا هنتاثر بايه وقوتها قد ايه ونخرج ولا نقعد. ودي مده كافيه ان الناس تقدر تاخد احتياطاتها. انا الحقيقه بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات القيمه والعلميه استاذ الدكتور علي قطب استاذ المناخ بجامعه الزقازيق، شكرا جزيلا لحضرتك. وان شاء الله لازم يكون لنا حلقات قادمه لان يبدو ان الشتاء القادم يعني نتمنى على الله، نتمنى على الله الا تتكرر ابدا لهذه الفواجع ولا يعني ولا هذه الكوارث، لا في كل الدول، لا في العالم ولا في الدول الشقيقه طبعا كل عزاء ليهم مره اخرى، ولا في مصر. حفظنا الله جميعا. وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، وصباح على الف خير.